بسم الله الرحمن الرحيم. معنا الأخ عبد الله السيف من السعودية من مدينة بريدة، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في مانجي أخ عبد الله. حياك الله يا هلا. الله يعافيك. في البداية أود منك أن تقييمك لأداء شركة المحيط بداية من استقبالهم لك في المطار. والله كل شيء تمام، كنت متخوف من البداية، كنت متخوف أنه ما في أحد أو كذا أو أنه أضيع أو الأشياء هذه، لكن الحمد لله كل شيء مشي تمام من ناحية كل شيء، وعطوني شريحه وهيئوا لي الوضع بشكل كامل. يعني نوعية السيارات تعامل السواقين معكم؟ والله البلنكاوي هذا أفضل واحد، البلنكاوي كان أخلاق وطيب القلب وكل شيء. اسمه تعرف اسمه؟ والله ما أعرف والله. الجولات السياحية ونوعية الفنادق كيف رأيتها؟ الفنادق كانت حلوة، بالذات المنتجع البلنكاوي كان جميل جدا، يعني هو أفضل شيء. تكلفة المعيشة أو مقارنة المعيشة بين ماليزيا والسعودية، هل هي متقاربة أم هناك يعني فرق؟ تقريبا متقاربة تقريبا، لكن هنا أغلى شوي أغلى، ممكن الوقت اللي أنا جيت فيه أو ما أعرف. ما هي الصعوبات التي واجهتك؟ من ناحية التنقلات، بعيد عن شركتكم التنقلات، يعني إذا كنت بمشوار كذا هذه مشكلة، هذه لأن أكثرهم غاليين شوي، يعني يومية مثلا بيكون معك باليوم ممكن 300-200 وعليه وطال. أفضل مكان زرته في ماليزيا؟ أفضل مكان لنكاوي، كل شيء بلنكاوي على تفصيل. ماذا تقول لمن أراد السياحة في ماليزيا ودول جنوب شرق آسيا؟ والله أقول إنها حلوة حلوة حلوة، بالذات لنكاوي لا تفوتكم، لنكاوي بالذات أفضل شيء. كلمة أخيرة. الله أشكركم على الضيافة وأشكركم على أنكم هيأتوا كل شيء، يعني والله يعطيكم العافية. الله يعافيك ويسلمك. الله يعافيك. إن شاء الله ترجع توصل إلى بلدك بالسلامة بإذن الله، وتعاود مرة أخرى عن طريق شركة المحيط. لدينا فروع في أندونيسيا وفي سنغافورة وفي سريلانكا وفي تايلاند. إن شاء الله. الله يعافيك. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.